فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا شك شخص في كلمة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يبني على غلبة ظنه أم يتوقف عن رواية الحديث؟ يذكر الحديث ويقول بالمعنى، يجيب الكلمة بالمعنى، يأتي بالمعنى. نعم، الكلمة التي لا يتأكد من لفظها يأتي بمعناها الصحيح. نعم، تجوز رواية الحديث بالمعنى عند الحاجة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.